النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. تمكنت قوات الأمن المصرية صباح اليوم من إخراج عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المتواجدين داخل مسجد الفتح في ميدان رمسيس بالقاهرة، في حين رفض عدد آخر الخروج منه. وكانت اشتباكات دامية شهدتها مناطق متفرقة من مصر خلفت مئات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى اعتقال قوات الأمن أكثر من 1100 عضو من جماعة الإخوان. قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى ستتم نهاية أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الوفد الفلسطيني المفاوض هو من سيحدد أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم. وفي الشأن السوري، قتل أمس نحو 90 شخصاً معظمهم في مدينة حلب، حيث أكد ناشطون وقوع مجزرة كبيرة في حي الكلاسة بعد استهدافه بشكل عنيف من قبل قوات النظام، فيما شنت القوات هجوماً آخر على حجيرة البلد بريف دمشق استخدمت خلاله جميع أنواع الأسلحة من مدفعية وهاون وراجمات للصواريخ. أعلن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أن أحد الموقوفين على خلفية التفجير الذي وقع في منطقة الرويس اعترف بقيامه ومجموعة من اللبنانيين والسوريين بسلسلة عمليات وتجهيز عدد من السيارات المفخخة لتفجيرها في الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق اللبنانية. وكان تفجير استهدف منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية أسفر عن مقتل 24 شخصاً وجرح المئات. قتل 15 يمنياً كانوا في موكب عرس بعدما جرفتهم السيول إثر هطول أمطار غزيرة في محافظة تعز اليمنية، فيما تمكنت طواقم الإسعاف من إنقاذ 8 أشخاص آخرين. وأخيراً، حذر باحثون أمريكيون من أن تناول 4 أكواب قهوة أو أكثر يومياً قد تكون مميتة، حيث تزيد خطر الوفاة بنسبة 50% لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.